أنت رح تعيش هون، شغلك هو مرافقة المدام ليلى، رح ترافقها بكل خطوة لما تطلع. حاضر أمرك. يمكن تفكرها مهمة سهلة، بس هي مو هيك أبدا، أعدائنا كتار بالمنطقة. أنا رح رافقها بكل خطوة. لو بدنا كان فينا نكلف حدا من رجالنا، بس أعدائنا صاروا حافظينهم. أنت جديد ولسه ما حدا بيعرفك، لهيك لازم تضل مع المدام طول الوقت وتدير بالك. ما تاكل هم، ما رح أفارقها. فكر بالموضوع، حياتك لما تشتغل هالشغلة رح تكون بخطر. لو بدي أخسر حياتي رح أحميها، رح أكون قد هذا الشغل. ممتاز، هذا اللي بدي إياه منك. فتح عيونك، بدي أعرف وين بتروح ومين بتقابل. بدي تقرير كامل عن كل شيء، لازم أعرف بكل التفاصيل. أمرك.